انت ما قلتليش صحيح، ايه رايك في الجروب اللي انا عرفتك عليه؟ يعني مش بطل لزاز يعني. ايه ده، شكلك ما حبيتهمش. لا هو مش الموضوع ان انا ما حبيتهمش، هو بس انا ما باخدش على الناس بسرعه، لما ببقى في وسط جروب كبير وناس ما اعرفهاش وكده مبقاش على راحتي، غير لما بقعد انا وانت بنتكلم ونفضفض ونهزر، بالنسبه لي لازم كتير يعني. عندك حق، انت اكيد طول اليوم برضه في شغل واجتماعات وزحمه، تبقى اكيد محتاج تقعد في حته هاديه تريح فيها دماغك شويه. بالظبط كده. طيب خلاص، ما دام قعدتنا سوا لوحدنا بتريحك، يبقى خلينا على طول قاعدين مع بعض. ها؟ يعني انا كمان عندي صحاب قريبين وموافقه جدا ان احنا نبقى اصحاب، الا لو انت عندك مانع يعني. لا طبعا بالعكس، مشرفني يعني، لولاكي كان زماني قاعد بفكر في بوسي دلوقتي ومكتئب وحالتي بالبلقى يعني. لا خلاص بقى، ما احنا مش هنفكر في بوسي تاني خالص، يعني عشان ترجع لك يعني. صدقني يا أمجد، اللي بيرمي حاجة ورا ظهره بيلاقيها بتجري وراه، إنما طول ما هو حاططها قصاده كده هو اللي بيجري وراه، يعني لوجيك كده، اللي ورا هو اللي دايما بيجري لقدام مش العكس، ولا إيه؟ يعني كلامك منطقي طبعا. شفت، وأنا عن نفسي مش هسيبك خالص لحد لما أشوفها بتجري وراك. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص، ولو كلمتني في التليفون هقولها ان انت غرقان في الشغل ومش فاضي ومش بتفكر في حاجه تانية خالص غير قولي لها كده. وده حقيقي، لان انا فعلا مشغول جدا دلوقتي بالمناقصات الجديده اللي خدناها ومشاريع ضخمه يعني، فانا فعلا مش فاضي. طيب شفت بقى، كان نفسي قوي يبقى في مزيكا هنا بجد، كان نفسي ارقص قوي النهارده. مش عايز تروح حته نرقص فيها؟ زي ما انت عايز. اوكي.